الاشتراكات والمتابعات. والمتابعات. ليديتو. بلاغ هيئة الانتخابات وقضية التمويلات. مبارح البلاغ الصادر أمس الاثنين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يثير ردود أفعال ويثير حبرا كثيرا وبخاصة بين رواد صفحات التواصل الاجتماعي. ولا شك أن شفافية العملية الانتخابية من الناحية التقنية تفترض تيسير حضور مراقبين لسير الاقتراع وفق تشريعات تلتزم بها الهيئة من جهة ويحترمها المراقبون من جهة أخرى، وهي تشريعات تضع شروطا ترتيبية وقانونية لم يطرأ عليها أي جديد بمناسبة استحقاق 6 أكتوبر الرئاسي القادم. وثار الجدل لأن الهيئة وفق بيانات بعض الجمعيات رفضت مطالب اعتماد لمراقبة الانتخابات كانت أودعتها، بالرغم من أنها جمعيات دأبت خلال الاستحقاقات الماضية على مراقبة سير العملية الانتخابية وإبداء الرأي فيها. وحجة الهيئة وفق بلاغها أن بعض هذه الجمعيات التي ذكرت منها 2 تحديدا خلو من شرطي الحياد والنزاهة تبعا لتلقيها تمويلات أشعرت بها السلطات العمومية هيئة الانتخابات ووصفتها بالمشبوهة. وبصرف النظر عن مسارعة منتقدي الهيئة إلى اعتبار قرارها استمرارا في نهج التفريط في استقلاليتها التي تجرح فيها المعارضة أصلا بحكم أنها معينة، وبغض النظر عن موقف الموالين الذين يعتبرون بلاغ الهيئة مراكمة إيجابية في اتجاه الحد من التأثيرات الأجنبية على الحياة السياسية التونسية بما ينزل المسألة ضمن تكريس السيادة وصد التدخلات الأجنبية، بغض النظر عن كل هذا نحتاج طرح الأسئلة التالية: إذا كانت بعض الجمعيات كما أشرت الهيئة قد تلقت تمويلات من دول لا علاقة دبلوماسية لتونس معها، فلما لا يتم الكشف عنها؟ وما هي هذه الدولة إن لم تكن سلطات الاحتلال؟ يثير السؤال الآنف سؤالا ثانيا: إذا افترضنا صحة هذا الدفع من السلطات ومن الهيئة، ما هي حدود التأثير الصهيوني في رسم ملامح الحياة السياسية؟ وفي حال لم تتم الإبانة ومعالجة الأمر قضائيا، ألا نكون قد استبطلنا مجددا نظرية المؤامرة؟ من الأسئلة المهمة في هذه اللحظة ما يتعلق بدور الصحفيين. أليس كان حقيقا أن نرى جهودا استقصائية مستعجلة حول كل الزوابع التي تتصل بالمسار الانتخابي؟ لما لم نرى تحقيقا جديا مستندا إلى بحث ميداني حول ما تتناوله الأبحاث الأمنية بعلاقة بشبهات التلاعب في التزكيات، خاصة أنها تؤثر بشكل واضح على حظوظ هذا المترشح أو ذاك؟ ولما لا نرى بحثا استقصائيا جديا حول مسألة التمويلات التي تتلقاها جمعيات بعينها بمناسبة الاستحقاق الانتخابي؟ من الأسئلة المؤرقة أيضا أن لفيفا واسعا من النخب التي كانت بالأمس القريب تنتقد بلا هوادة خطوط التمويل المفتوحة لصالح هذه الجمعية أو تلك وتطالب بوقف هذا النزيف، أضحت هي نفسها حين تغيرت رياح السياسة مدافعا شرسا عن هذه المنظمات، وهو ما يسمح بالقول إن المبدئية المستوجبة في مثل هذه القضايا ضاعت وسط تبدلات توزيع رقعة اللاعبين على رقعة شطرنج السياسة. ما ينبغي الإقرار به وفق تقديرنا أن المجتمع المدني لا يمكن أن يحظى بالاحترام وأن يلعب دوره إذا كان أداة طيعة بين أيدي المانحين الأجانب الذين تفوح منهم روائح عطنة رأينا خلال السنوات الماضيات أثرها، لأن أموالهم لا تهب حبا في سواد أعيننا ولا حرصا على حياة سياسية متطورة، بيد أن ذلك لا يعفينا من إنصاف من ينبغي إنصافه حتى لا يختلط الحابل بالنابل ولا يرجم البريء بذنب المجرم في انتظار تشريعات جديدة للجمعيات تكفل لها حرية الحركة تحت سقف الاستقلالية الفعلية بعيدا عن أي توظيف أجنبي. هذا قولنا لمن شاء الاعتبار. يومكم ورد وأزهار.